الجرات نكلم من نفركس على اختي، راهي خرجت 8 تاع الصباح ما روحتش للتو، ماهيش مستانسه تخرج من الدار، ماهيش مستانسه تمشي حتى بلاصه، المغرب كان في الدار وكان بتوخر راهي تكلم. وميمه خرجت لابسه سروال باش وتريكو على المارون شويه ومعاها بلوزون كوير كحله وكونفيرس وكونفيرس ازرق ولا ابيض وكونفيرس وساكادو حمراء. ونقولوا لها يا اميمه ارجعي مهما كان مهما كان، راهو تعرفي امك مريضه وش صاير فيها ابوك كيف كيف، غير ارجعي لنا مهمنا في حتى شيء، المهم ارجعي سلم اختي ارجعي وبحذايا تجي بحذايا انا بتمشي لحتى حد بحذايا انا ورانا غير ترجعي لاباس هكا هو سلم اختي عايش اختي. قلت ماشي المكتبه العموميه على اساس ترينا لحداش يا اخي ما روحتش خلاص، لا مشات المكتبه ولا مشات ترينا من اللي خرجت الثمانيه مريناها.